مرحبا بكم في بيتنا ظريف، ومن ظرافته أنه يخاطب الأمريكيين من النجف: نحن أصحاب الأرض، ويضيف: يمضون ونبقى. ألا تذكر تلك العبارة بإعلان احتفى بخروج الجيش الأمريكي قبل سنوات من العراق؟ رسائل ظريف من العراق تتكشف مجددا: تشدد وتحشيد إيراني، وقبلها رسالة بومبيو المضمرة، رسالة ما تمنى المسؤولون العراقيون أن يتسلموها، لكن التسريبات تفضح في أحيان. دعوة العراق لقمة وارشو، وفيها سيتم إعلان تحالف الشرق الأوسط الاستراتيجي ميسا. أين يقف العراق في اليوم التالي، فيما تعمل إيران من خلال أتباعها يغرد هوشيار زيباري على تمرير قانون في مجلس النواب يرمي إلى إخراج القوات الأمريكية من العراق في مخطط طهران الرامي لتحويل البلاد إلى ساحة صراع مع واشنطن؟ العراق بين سندان إيران ومطرقة أمريكا، إلى أين تمضي به المآلات في اليوم التالي؟ إيران تستخدم أوراقها ومخالبها أيضا، فبأي الأوراق ستلعب أمريكا؟ وإذا ما وقعت المواجهة الأمريكية الإيرانية في العراق، من الرابح ومن الخاسر؟ وهل يحدد حسم الصراع بين واشنطن وطهران مستقبل العراق في اليوم التالي؟ تابعونا. مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين مرة ثانية. ضيوفي الكرام، أبدأ معكم وأرحب بالشيخ مزاحم الكنعان التميمي، النائب في البرلمان عن محافظة البصرة، وكذلك بالأستاذ رحمن الجبوري، الباحث والكاتب ورئيس أكاديمية التفكير السياسي، وسيكون معنا أيضا الأستاذ حسن الصفار، ونبدأ الخبير الاقتصادي. مرحبا بك أستاذ حسن، ونبدأ نقاش اليوم التالي بسؤال الحلقة الرئيس: من الرابح ومن الخاسر في مواجهة أمريكية إيرانية على الأراضي العراقية؟ بانتظار أجوبة ضيوفي، ولكن بعد الفاصل. مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين مرة ثانية. شيخ مزاحم تميمي، استمعت لسؤال النقاش الرئيس، أبدأ معك ولك دقيقة واحدة للإجابة عليه، تفضل. بالتأكيد إذا حصلت مواجهة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية لن يكون هناك رابح. فيما يتعلق بالعراق سنكون ضحايا هذه المواجهة، نأمل أن لا تكون، وليس في يقيني أنها ستحصل. شكرا جزيلا لك. أستاذ رحمن الجبوري، استمعت لسؤال النقاش الرئيس: من الرابح ومن الخاسر في مواجهة أمريكية إيرانية على الأراضي العراقية؟ مواجهة محتملة بكل تأكيد. الخاسر رقم واحد الشعب العراقي، الخاسر الثاني الشعب الإيراني، الرابح الوحيد هو آلة الحرب الأمريكية. شكرا جزيلا لك. أستاذ حسن صفار، استمعت لسؤال النقاش الرئيس ولك دقيقة واحدة للإجابة عليه، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أتصور لا يوجد نصر حاسم لأحد الطرفين في هذه المواجهة، وعلى الحكومة العراقية أن تقوم بنوع من الرد الجميل بالنسبة للحكومة الإيرانية والشعب الإيراني، وذلك بالدعم اللوجستي والدعم العسكري الذي قدمتها إيران للعراق في أزماتها
من أيام القاعدة وإلى حد الآن، وأتصور أن الخاسر الأساسي هو الشعب بين الشقيقين. شكرا جزيلا لك. أعزائنا المشاهدين، الشيخ مزاحم التميمي قال أنه لا يتوقع أن تحدث هذه المواجهة حد أن يكون فيها رابح وخاسر، وأشار إلى أن بكل تأكيد الشعب والعراق سيكون خاسر إن حدثت. كذلك الأستاذ رحمن جبوري أشار إلى أن الشعب العراقي وكذلك الشعب الإيراني سيكون خاسرين في هذه المواجهة، لكن الرابح ستكون آلة الحرب. والأستاذ حسن الصفار قال أنه لا يوجد نصر حاسم في هذه المواجهة التي لم يتمنى أن تحدث بكل تأكيد. أعزائنا المشاهدين، وبكل تأكيد لأجوبة ضيوفي براهين وأدلة سنتوقف عندها في سياق النقاش، ولكن قبل ذلك نتوقف عند هذا التقرير الذي يبين لنا احتمالات وقوع هذه الحرب وما الذي ذهبت إليه مجموعة الأزمات الدولية في تقريرها بشأن صراع أمريكي إيراني وشيك في الأراضي العراقية. نتابع ولنا عودة. قبل نحو عام كتبت صحيفة نيويورك تايمز التي تواصل انتقاد سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبالذات حيال قضايا الشرق الأوسط، إنه في اليوم التالي لغزو العراق كانت إيران تخطط لكيفية جعل العدو السابق لها دولة عميلة، وفي ذلك يمكن القول إن إيران نجحت في حين أخفقت أمريكا في مهمتها بالعراق. اليوم وبعد مضي أشهر من الشد والجذب بعنوان التنازع لبسط النفوذ في المنطقة، توقعت مجموعة الأزمات الدولية أن العراق قد يتحمل العبء الأكبر في حال تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن. بعد سفر ترامب إلى قاعدة عين الأسد غربي الأنبار دون إعلام المسؤولين العراقيين، تسارعت الأحداث لتظهر أن الصراع الإيراني الأمريكي قد دخل إلى عمق العراق، وأنه أصبح محل المواجهة الحاسمة لحسم الصراع بين البلدين. وتشير التقارير إلى أن القوات الأمريكية انسحبت لمواقع عسكرية حساسة في العراق، وتظهر عدة أماكن ومعسكرات ازدياد الوجود العسكري الأمريكي فيها، وأهمها معسكر كيوان وعين الأسد. لم تكن قضية التحركات العسكرية إلا بداية لتحركات سياسية ودبلوماسية في المنطقة، فزيارة مايك بومبيو إلى العراق وبلدان المنطقة قبيل الكونفرانس المنتظر عقده حول إيران في أوروبا مع تعبئة عالمية لعزل إيران وتشكيل تحالف إقليمي وعالمي ضدها. وقابل ذلك محاولة إيران توجيه معركة النفوذ التي تخوضها نحو وجهة اقتصادية معززة بنفوذ أمني تقليدي في العراق، حاول محمد جواد ظريف تصديره عبر لقاءات مع شيوخ عشائر وقادة في الحشد الشعبي داخل الأراضي العراقية. ولكن ماذا لو قررت إيران الانتقام من أمريكا؟ فيقفز سؤال آخر، أين وهل توظف وكلاءها؟ ينقل تقرير مجموعة الأزمات عن مسؤول كبير في الأمن القومي الإيراني قوله: إن المسرح المحتمل لذلك هو العراق، إذ ترتبط فصائل مسلحة راديكالية بعلاقات وثيقة مع طهران، مع إمكانية الإنكار والقدرة اللازمة لضرب الولايات المتحدة دون الوصول إلى العتبة التي يمكن أن تؤدي إلى رد مباشر. ولكن لجون بولتون مستشاري ترامب المتشدد للأمن القومي خطوات مفاجئة تحملها الأيام المقبلة. ألم يسأل عن الخيارات العسكرية لضرب إيران إن شنت جماعة مرتبطة بها هجوما صاروخيا صوب أهداف أمريكية؟ مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين مرة ثانية. أستاذ مزاحم، قلت أن لا مواجهة متوقعة في العراق، ما الذي يدفعك إلى هذا الاعتقاد وكل التقارير تشير إلى أن التوتر بلغ ذروته وأن الشد والجذب بين أمريكا وإيران ربما وصل لحظة الانفجار؟ نعم، هناك تقارير تشير إلى أن التوتر قد بلغ حدا كبيرا بين البلدين، ولكني أعتقد أن هذا الأمر ليس جديدا. بالنتيجة أعتقد أن إيران أذكى من أن تضع نفسها في موقع الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأعتقد أن طبيعة ترامب نفسه
لا تسمح له بأن يندفع في حرب قد تكون مدمرة للمنطقة بأسرها في هذا الوقت بالذات. وهناك عوامل أخرى موضوعية لا تعطي انطباعا أكيدا أن مواجهة قريبة بين الولايات المتحدة وإيران ستحصل. طيب، تقرير لمجموعة الأزمات الدولية شيخ مزاحم يقول وينقل عن مسؤول أمني في الأمن القومي الإيراني أن المسرح المتوقع للمواجهة مع أمريكا هو العراق. هنا أمام هذا القول سؤالين، هو ما الجديد؟ ما هو المسرح العراق؟ ومنذ سنوات كان المسرح العراق في صراع أمريكي إيراني، ولكن هل هذا التصريح من مسؤول أمني ينبئ عن مواجهة مختلفة عن المواجهات التي حدثت في سنوات ماضية؟ لا شك أن الحروب تختلف وسائلها وتكنيكاتها من زمن إلى آخر، وهذا المسؤول الأمني أو الخبير الأمني أو المستشار الأمني يتحدث عن احتمالات مواجهة قد تحصل. بالتأكيد العراق بالنسبة لإيران هو الواجهة الأمامية في احتمالية أي اشتباك مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأعتقد أنه يقصد أن الولايات المتحدة الأمريكية مصالح في العراق قد تتضرر إذا ما حصلت مواجهة بينها وبين إيران. هذا يذكرنا بالأحداث اللي جرت في البصرة قبل أشهر، لما أضرم النار متظاهرون بالقنصلية الإيرانية، ثم لم تمضي ساعات حتى ضربت السفارة وغيرها من أماكن بصواريخ الكاتيوشا، وكأن لإيران دوما مخالب في الأراضي العراقية. لا أستطيع الجزم بأن هناك رابطا ما بين ما جرى مع القنصلية الإيرانية في البصرة وما حصل من ضرب للقنصلية الأمريكية في البصرة أيضا. نعم، أعتقد أن الأمر لم يكن مرتبطا ارتباطا وثيقا. طيب، قبل لا أروح لأستاذ حسن الصفار، هنا أحب أن أسألك شيخ مزاحم، كيف تلقيت وأنت نائب في البرلمان تصريح من وزير الخارجية الإيراني لما يقول نحن أصحاب الأرض؟ أعتقد أن هذا التصريح قد هول شأنه. أعتقد أنه يقصد، في تقديري يعني، أنا أستطيع أن أفهم تصريح ظريف وهو رجل ذكي وليس ولا يطلق الكلام على عواهنه، أنه يقصد أن نحن أهل الأرض بمعنى أهل المنطقة، لا يقصد أن العراق هو تابع لإيران أو أن إيران هي صاحبة الأرض العراقية، وإنما يقصد أن أهل المنطقة بما فيها إيران والشرق الأوسط عموما هم المنتصرون وهم سيبقون، ومن جاء من بعيد عبر البحار عبر المحيطات بالتأكيد سيرحل، وهذه تجارب تاريخية معروفة. نعم، قوله طبيعي بديهي، ولا أريد أن أحمله كما حمل بأنه يقصد أن العراق ملك لإيران، لا أعتقد ذلك. لا تعتقد أن العراق ملكا لإيران ولن يحدث أن يكون ملكا لإيران، هذا ما تذهب إليه شيخ مزاحم؟ لا، العراق بلد العراقيين وسيبقى بلدا ذا سيادة ولن يكون تابعا لأحد. طبعا هناك علاقات قد تكون متميزة مع إيران ومع غيرها، ولكنه سيبقى عراقيا خالصا. أستاذ حسن الصفار، ألا تعتقد أن تحركات وزير الخارجية الإيراني في العراق، زياراته لقطاعات شعبية، زياراته لقادة في الحشد الشعبي، لقائه بشيوخ عشائر، زيارته لمحافظات، هي لم يكن يخاطب فيها الشأن العراقي، وإنما كان يبعث برسائل من العراق إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبالذات إلى وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو الذي سبقه في العراق؟ لا أتصور أن السيد ظريف قام بلقاء بكافة القيادات العراقية من السنة والشيعة وكتلة البناء وكتلة الإصلاح والمسؤولين العراقيين، وهذا يعني بأن السيد ظريف كانت لديه نوع
من الاندعاج في العلاقات بين إيران والعراق بأن وزير خارجية جديد وصل إلى العراق ولديه علاقات حميمة سابقا مع ظريف في أمريكا في الأمم المتحدة عندما كانوا زملاء، وزيارته إلى العراق كانت زيارة عامة، اتصل مع الجميع واجتمع مع الجميع ولا فرق بين الشيعة والسنة وكافة الدول الأشقاء وكافة الأشقاء الآخرين المتواجدين في العراق. نعم. وهذا يعني بأن ظريف كان في هذه الحالة محاديا وليس انسحابيا إلى أي جهة ما، وقام بزيارات طبيعية لأن طبيعة زيارة السيد ظريف التقى مع كافة الجهات والأحزاب الموجودة وأيضا المسؤولين، وهذه هي زيارة رسمية مؤلفة ومدعو من قبل وزارة الخارجية، ولا أتصور بأن التفسير الثاني هو صحيح. ولكن لم يرافقه أي من ممثلي وزارة الخارجية في هذه اللقاءات، حتى أن اليافطات التي وضعت أمامه في محافظة ما كتبت بالفارسية. لا لا لا، مع كان السيد كان السيد أنصاري معه من وزارة الخارجية الإيرانية، وأيضا كان أحد وكلاء وزارة الخارجية العراقية متواجد معه في كافة اللقاءات. زيارته إلى كربلاء ولقائه مع بعض الشيوخ والعشائر كانت برغبة من الشيوخ والعشائر، وقد رتبت هذه الزيارة بصورة طبيعية لأن توجد علاقات تاريخية بين إيران والعراق. العشائر العراقية نفس العشائر المتواجدة في إيران، وتوجد شيوخ ويوجد شيوخ عراقيين هم شيوخ الآن في إيران، ويوجد شيوخ إيرانيين هم شيوخ الآن في العراق، وهذا طبيعي أن يلتقي مع كافة الجهات الموجودة، ولا أتصور بأن يوجد شيء ما في مكان ما. طيب، ما الرسائل التي تعتقد أنها مهمة وبعث بها السيد ظريف من العراق؟ أتصور أن أوصل رسالة بأن المخطط الأمريكي مخطط خاطئ بوجود العلاقات الثنائية الموجودة. أبو ناصر، يعني القضية الحقيقية أن جون بولتون يعطي معلومات غير صحيحة إلى الإدارة الأمريكية، ومعتمد على منافقي خلق في بعض المعلومات، وكان يتصور إذا تمكن من خلق أزمة بين إيران والعراق ستستفيد أمريكا. لما أن المعلومات اللي وصلت إلى الإدارة الأمريكية حكيمة، شاهدنا بأن مدد مدة المقاطعة التي كانت تفرض على إيران عن طريق العراق، وهذا يعني بأن المعلومات التي تصل من جون بولتون إلى الإدارة الأمريكية معلومات خاطئة وتسبب بعض المشاكل، ولكن أتصور الجهتين حكيمين، ويتمكن العراق أن يلعب دور الوساطة في هذا المجال. لا ننسى أن العراق كانت في هذه الأيام لديه مجموعة من الرؤساء والوزراء متواجدين في العراق، وهذا يعني بأن العراق بلد مهم في حل مثل هذه الأزمات. أستاذ رحمن، استمعت لما ذهب إليه ضيفي، هنا أريد أن أسألك عن وجهة النظر الأمريكية في العراق. هل تعتقد أن واشنطن كانت مرتاحة لزيارة ظريف إلى العراق بهذا الشكل، وقد أثيرت ضجة وجدل كبير داخل الأوساط العراقية من زيارة التي شابها شيء من علامات الاستفهام لترامب إلى قاعدة عين الأسد قبل تلك الزيارة بأسابيع؟ عزيز، الزيارة من ارتاحت واشنطن لها أو لم ترتاح واشنطن لها، واشنطن منذ دخول الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض بدأت بإعداد خطتها لنقوص تأثير إيران في المنطقة بشكل تام. الخطة أول ما بدأت برفع ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية وخاصة القوة البحرية والقوة الصاروخية، هذه أول الخطوات اللي قام بها. الخطوة الثانية تم عزل الإمارات عن إيران، وأقصد في هذه الإمارات كانت الرئة الأولى للاقتصاد الإيراني أيام الحرب العراقية الإيرانية واستمرت بهذه القصة، فتم قطع هذه الرئة. انتقلوا الآن إلى الخطوة الثالثة وهي قطع الرئة العراقية اللي تتنفس فيها إيران، وطبعا هذه فيها تداخلات كثيرة ومهمة، والرئيس لا يستقي معلوماته فقط من جون بولتون.
لو زميل حسن يعرف أنه في البيت الأبيض معظم القوى الاستخبارية أو الناس اللي مهتمين بالشأن الأمني هم ضباط الجيش الأمريكي الذين خدموا هنا في العراق خلال السنوات الطويلة. القصة تتصاعد يوما بعد يوم، والغيوم تتصاعد في سماء العراق بشكل تام. وأريد أعرج أنه في يصبح العراق أرض معركة ذكية، وليس من المعارك اللي متعارف عليها جيوش وتتحرك والأشياء هذه. بداية المعركة الذكية هي من معركة الاقتصاد. ولو تذكرتم قبل 3 أسابيع كانت جزء من رمي الجزرة أو رمي بديل على الساحة العراقية كانت غرفة التجارة الأمريكية مع 50 شركة أمريكية في جالسة هنا في بغداد تعرض ما يمكن أن يكون عليها العراق. هذه جزء من حروب ذكية، الحرب والجنود والأرض، وهذه أرضنا ما عادت لها قيمة. الحرب الذكية حرب أخرى، وأعتقد إحنا ما زلنا نتكلم عن حروب تقليدية، حروب يستخدم فيها الجنود. الحروب الجنود انتهت، حروب الذكاء والاقتصاد بدأت. طيب، هناك من يقول أن ظريف أيضا يشيطن أمريكا في الداخل العراقي، وهو قد هيأ الأطراف الموالية، الأطراف التي تدافع عن وجهة النظر الإيرانية في العراق، حتى أن وزير الخارجية العراقية الأسبق هوشيار زيباري يقول أن إيران تعمل من خلال أتباعها على تمرير قانون في مجلس النواب يرمي إلى إخراج القوات الأمريكية من العراق في مخطط لتحويل البلاد إلى ساحة صراع مع واشنطن. شلون أقرأ هذه التغريدة؟ يعني معقولة شخصية مثل هوشيار زيباري ما مستقي معلومات من جون بولتون أو من بومبيو، والزيارات مرت بأربيل ليغرد بهذا الشكل؟ هل فعلا أن ظريف طلب من البرلمان التصويت على هذا القانون؟ الوزير السابق له تغريدات مثيرة للجدل دائما، وأعتقد معلوماته واضحة من قراءته للقوى الآن الموجودة في البرلمان، وهي صديقة، كثير من القوى صديقة لإيران أكثر من وجودها وصديقة وصداقتها للولايات المتحدة. ويتوقع هذا جزء من وصول هذه القوى إلى البرلمان أن تكون أجندتها بالطريقة اللي قاتلت فيها واللي حضرت فيها. لكن الحقيقة مثل ما للولايات المتحدة، العفو، مثل ما للجمهورية الإسلامية، ما أصدقاء في العراق، هناك أصدقاء لأمريكا في العراق. في ساعة الجد، عندما تكون هناك ساعة جد، الكل سيتخندق، المعسكر الغربي والمعسكر الشرقي. الآن اختلطت المعسكرين في البرلمان العراقي، ويصعب، من الصعب تماما أن يصدر البرلمان العراقي، ومعنا الأخ البرلماني الشيخ مزاحم ممكن يثير هذا أكثر من عندي، تزاحمت الإجندات داخل البرلمان العراقي. والبرلمان العراقي لحتى اللحظة هذه أصلا هو لم يقدم أي تشريع جديد خاطر يتولى مسألة مهمة وفيها اتفاق أمني واضح مع الحكومات العراقية السابقة. نعم، ما دام شيخ مزاحم معانا بكل تأكيد راح نستفيد من عنده فيما يتعلق بكيفية ينظر البرلمان العراقي إلى هذا التوتر وهذا الحديث عن صراع. شيخ مزاحم، يعني يبدو أنه كقول بناصية الطريق ينال مني ويشبعني عناقا في الزقاق. نسمع أنه الكل ضد أمريكا، والكل يقول لك أنه جار إيران، وهكذا الوضع سائد. هل فعلا أن ظريف طلب منكم أو طلب من النواب في البرلمان العراقي إقرار مثل هذا القانون لخروج القوات الأمريكية والقواعد الأمريكية من العراق؟ نحن في لجنة العلاقات الخارجية وبحضور السيد رئيس مجلس النواب و
نائبيه لم يتطرق ظريف، لا أعتقد أنه بهذه الصفاقة لكي يطلب من البرلمان العراقي برلمان لدولة أخرى أن يصوت على إخراج القوات الأمريكية من العراق. لا يمكن التعامل بهذه الطريقة، وهو رجل دبلوماسي ودبلوماسي محنك. ثم نحن لسنا تلاميذ عند أحد لكي يطلب من عندنا أن نصوت أو أن نسن قانونا بناء على رغبة هذه الدولة أو تلك. هذا أمر إخراج القوات الأمريكية من العراق جرى الحديث عنه على عام زيارة ترامب إلى قاعدة عين الأسد، من دون أن يلتقي بمسؤولين عراقيين ومن دون أن يكون هناك إجراءات رسمية تتبع لزيارة مسؤول أجنبي. حتى الاتفاقية الأمنية التي وقعت بين الطرفين كانت تنص على أن المسؤولين الأمريكان عسكريين ومدنيين الذين يأتون العراق بموجب هذه الاتفاقية يجب أن يأتوا بموافقة الحكومة العراقية ومن المنافذ الرئيسية. فعملية زيارة ترامب بهذه الطريقة وغير اللائقة هي التي استدعت من النواب أن يكون لهم رد فعل تجاه وجود القوات الأمريكية. نعم. التي وجودها هي هنا شيخ مزاحم، أحب أن أسألك أنهم مستشارون، هي اتفاقية خروج القوات الأمريكية من اتفاقية وضع القوات الأمريكية؟ والله هناك اتفاقية وقعت سنة 2008 أو 2009. نعم. كما يعني أتذكر. نعم. كانت تنص على أن هذه الاتفاقية تحدد تواجد القوات الأمريكية في العراق لغاية سنة 2011. نعم. ويفترض أن يغادر آخر جندي أمريكي العراق في 31 كانون الأول 2011، وهذا حصل. لكن بعد طبعا هناك مستشارون، هناك قوات أمريكية بمعنى حماية للسفارة الأمريكية وهي أكبر سفارة في العالم كما تعلم، وهناك بعض التواجد الأمريكي كمستشارين كمدربين كما تقول الحكومة. نعم. طيب. لكن وجود طيب. أمريكا بقوات مسلحة كما كانت سابق ليس كذلك. طيب سؤالي لك شيخنا، ترامب اللي مزق الاتفاق النووي مع إيران ما قادر أنه يمزق الاتفاقية اللي وقعها أوباما ويأتي ليفرض وجودا في المنطقة بعنوان كبح جماح إيران في المنطقة؟ ما الذي ستقولون ساعتها؟ والله يعني الولايات المتحدة الأمريكية كدولة عظمى بما تمتلكه من إمكانيات كبيرة تقنية حديثة عسكرية حربية تستطيع أن تقوم بهذا الدور تجاه إيران من دون الحاجة إلى تواجدها في العراق. كما قال الأستاذ حسن أعتقد أو الأستاذ عبد الرحمن أن وسائل الحرب أصبحت أكثر حداثة الآن من أن تتطلب تواجد جيوش في المنطقة يمكن. نعم. ثم ليس هناك هدف ظاهر للولايات المتحدة في إيران مثل ما كان في العراق لكي تقحم جيوشها في منطقة حتى تتقدم باتجاه إيران. هناك أسلحة ذكية، هناك أساليب لمواجهة إيران تلجأ إليها الولايات المتحدة الأمريكية، لكني مقتنع أن هذه الوسائل العسكرية سوف لن تستخدم في القريب العاجل، وأتمنى ذلك طبعا من كل قلب. نتمنى ذلك. أتوقف هنا معك شيخ مزاحم الكنعان تميمي والأستاذ رحمن وحسن صفار مع فاصل السطور بين قوسين لنتابع ما الذي كتبه المشاركون عن بعد في برنامج اليوم التالي. نتابع ولا نعود؟ مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين مرة ثانية.
أستاذ حسن الصفار، أبدأ معك وأنتخب لك من سطور بين قوسين ما قاله الكاتب والصحفي فلاح المشعل، يقول أن الحكومة والقوى الشيعية لا تجرؤ على معارضة إيران ومواقفها التي يلغي بعضها السيادة العراقية يقابلها تأييد سري للدور الأميركي، إنه شذوذ سياسي سينتهي بانهيار النظام، كيف تعلق على ذلك؟ أتصور أن الحكومة العراقية حكومة حكيمة وتتطلع إلى مصلحتها أولا، وثانيا ما هي الاستفادة من العلاقات المتواجدة بين إيران وبين العراق، وأيضا ما هي الردود الفعل الأمريكية على هذا، وأن إيران تتمكن أن تكون داعمة للعراق ونحن نتطلع إلى دعم أمريكي أيضا اقتصادي إلى العراق، لأن العراق الآن يحتاج إلى نوع من الدعم التجاري والاقتصادي، وهذه استفادة جيدة. الآن الحكومة تقريبا شكلت وتتمكن أن تستفاد من الخبرات الإيرانية وأيضا تستفاد من الخبرات الأمريكية. أستاذ حسن حبيبنا، استمعت للمقولة؟ نعم. استمعت لما قاله وما كتبه الأستاذ فلاح المشعل، يقول أن الإزدواجية في موقفين في آن واحد هي شذوذ سياسي سينتهي بانهيار النظام، في الخفاء أو في العلن يؤيدون إيران وفي الخفاء يؤيدون أمريكا والعكس. هذا غير صحيح. لا، هذا غير صحيح. لا يوجد أي شيء بأن انهيار الحكومة العراقية بتأثير أمريكي أو إيراني، والحكومة هي مستقلة تأخذ بكل القرارات الجيدة في مجال عدم وجود أي مشاكل من الآخرين داخل الأراضي العراقية أو الاستفادة من الأراضي العراقية، وهذا يعني أن الحكومة العراقية حكيمة. نعم. والحكومة لديها مساندة شعبية من الشيعة والسنة. نعم. والدول الأخرى، وهذا غير صحيح. نعم. أستاذ رحمن، أنتخب لك من سطور بين قوسين ما قاله الكاتب والباحث محمد القريشي، يقول تهيمن أمريكا على سماء العراق وتمسك إيران بأرضه استعدادا لمواجهة محتملة في صراع الأرض الإيرانية والسماء الأمريكية وساعة حسم تغيب عنها مصالح العراق تماما. مرة ثانية أريد أشير، شكرا لزميلنا الكاتب والدكتور محمد القريشي، بشكل تام الولايات المتحدة تسيطر على سماء المنطقة كلها وليس سماء العراق، وهذه مو جديدة، هناك نقاط ضغط ودرجات ارتفاع الضغط في حول العالم مرسومة في وزارة الدفاع الأمريكية. العراق واحدة من نقاط الضغط ترتفع وتنخفض درجاتها حسب حاجة وزارة الدفاع الأمريكية، وبالضبط منطقة الأنبار والرمادي من مناطق الضغط بالموضوعة في وزارة الدفاع الأمريكية. إذن هذه النقاط الضغط مرتبطة بالأرض ومرتبطة في السماء، هذه النقاط متوزعة حول العالم وليس خاص فقط في العراق لسيطرة الولايات المتحدة على السماء، ودليل على ذلك هي الميزانية والفرع الجديد اللي افتتح قبل يومين بوزارة الدفاع الأمريكية، هو فرع الجيش الفضائي بالضبط. نعم. القصة أنه إيران تمتلك الأرض، أنا قلت ما عادت الأرض تهم في زمن العشوائيات الحزبية اللي عندنا، الاقتصاد هو عصب الحياة للإيرانيين وما يردوه من العراق، فإذا سيطرت أمريكا وقف لحظة أستاذ رحمن، منو شنو في زمن العشوائيات الحزبية؟ نعم، من تقصد بالعشوائيات الحزبية؟ هذا مصطلح جديد. شوف، هذا مصطلح جديد طبعا، ما عندنا الآن من نظام سياسي وأحزاب سياسية لا ترقى بمستوى أحزاب الدولة، مثل ما كانوا يطلقون على الناس الفقراء اللي تعيش في الأماكن الحكومية وعلى الشوارع وعلى البصريات بالعشوائيات، فأعتقد العشوائيات كذلك أنتجت الشعب ينظر لهم أنهم عشوائيات حزبية وصلت إلى الحكومة
شكلت حكومة، لكن الدولة شيء آخر، قيادة الدولة شيء آخر تماما. وأرجع لحديثي بعد هذا التفسير، إنه الاقتصاد عصب هذه المعركة، والإيرانيين يحتاجون في العراق اقتصاد وطريق وممر سالك لأن يمشون بها الطريق. ظريفي والحكومة، ظريفي هو نفسه نتاج المعركة، نتاج الصناعة التعليم الأمريكي، وهذا هو يعرف والدولة الإيرانية تعرف. عندما كانوا الإيرانيين اقتربت من الهزيمة في المعركة الأولى مع العراق، ماذا فعلت إيران؟ تجرعت السم وقبلت بالصلح. سببها مو حبا في العراق، سببها في الدولة الإسلامية اللي كانت مهيئة لأرضية الدولة الشيعية القادمة التي تسمح في أو تهيئ الأرض لتضحت الفكرة. تضحت الفكرة أستاذ رحمن. الشيخ روف لم لو سمحت لي لضيق الوقت أستاذ رحمن أضطر أن أذهب إلى الشيخ مزاحم. الشيخ مزاحم أنتخب لك من سطور بين قوسين ما قاله الكاتب والصحافي مستشار رئاسة الجمهورية الأسبق كاميران قرداغي. يقول الوزير الإيراني، ويقصد هنا ظريف، يؤكد ما هو معروف، الإيرانيون يعدون أنفسهم أصحاب المال في العراق وأهل الحكم فيه مجرد وكلاء. إيران تعرف وأمريكا لا تعرف، وهذه هي مشكلة العراق. كيف تعلق على ما قاله الأستاذ كاميران قرداغي الشيخ مزاحم؟ يعني دعني لا أتفق مع الأخ كاميران، أخ العزيز كاميران، في مقولتي هذه. ربما هو كلام مستعجل وانطباع قد يكون غير دقيق. العراق عراق، نعم لإيران نفوذ وتأثير في العراق لا شك، والولايات المتحدة الأمريكية أيضا لها نفوذ وتأثير. ربما انحسر التأثير الأمريكي والنفوذ الأمريكي لصالح النفوذ الإيراني تمام، ولكن العراق يبقى عراقيا، الأرض العراقية تتكلم عراقي عربي كردي تركماني آشوري، ولن تتكلم بلغة أخرى. طيب لو سألنا أيضا بشأن ما ذهب إليه الأستاذ مثال الألوسي، نشير إلى أن استمرار شراء الغاز الإيراني بسعر أعلى ب70% من أسعار الغاز الخليجي هو فساد مشبوه ومشاركة عراقية مباشرة في جرائم النظام الإيراني التي يحاسب عليها القانون الدولي. هل تعتقد أن على العراق أن يمضي ويستمر بهذا الاتجاه حتى وإن وفرت أو توفرت إليه الخيارات الأخرى؟ أولا الأستاذ مثال كان عضوا في مجلس النواب عندما كانت إيران تورد الغاز إلى العراق، فلماذا لم يعترض ساعتها ويطلب من وزارة النفط بيان المعادلة السعرية التي بموجبها تشتري من إيران الغاز؟ أنا لا أعرف الآن هل هي فعلا كما يقول على من المعدل العالمي. نحن بحاجة إلى الغاز الإيراني لسنتين قادمتين على الأقل، وهو يساهم في تشغيل منظومات الكهرباء قطعا. أتمنى من كل قلبي أن نستغني عن الغاز الإيراني أو عن أي مشتقات نفطية نستوردها، نعم، ولكن اعتمادنا على الغاز الإيراني مؤقت وسينتهي مؤقت أم صورة؟ نعم شيخ مزاحم، نزيد السعر، نعم عفوا، مؤقت أم هو صورة من صور الابتلاع الإيراني للعراق؟ لا ليس كذلك، لا أظنه كذلك، لأنه نحن بمجرد تطوير منظومة عزل الغاز التي الآن بصدد الإحالة عدد من المشاريع لها، سوف نستغني عن استيراد الغاز من أي جهة أخرى، ربما سنكون مصدرين للغاز أيضا. نعم، هناك من يقول أن الشلل الذي يصيب البصرة هو مصلحة لطرف آخر. أي شلل تقصد؟ شلل البصرة. شلل التنمية في البصرة، شلل بناء نهضة البصرة كمركز وميناء مهم في هذه المنطقة وفي طريق الحرير إذا تذكرت الحديث عنه، هو بكل تأكيد مصلحة لأطراف أخرى. يعني بالتأكيد أي فشل في العراق هو مصلحة لأطراف أخرى لا شك،
وهذا الفشل ليس سببه الجوار، تدخل إيراني مباشر أو سعودي مباشر، هذا الفشل أساسه سوء الإدارة، التخبط في إداراتنا، عجزنا عن أن نقوم بدورنا تجاه شعبنا، هذا هو الذي أعطى هذه النتائج التي السلبية التي نشاهدها الآن على أرض البصرة. نعم. وأرض العراق عموما وليس البصرة فقط. نعم. هل العشوائيات الحزبية هي سبب رئيس في هذا الشلل الذي يصيب البصرة مثلا؟ أنا أستغل وجودك هنا معنا، وجعل المدينة معتمدة بشكل كبير بكل شيء حتى بالتمر على إيران. وهل البصرة وحدها معتمدة في ذلك على إيران؟ العراق كله يعتمد في كثير من أموره على إيران، ليس الأمر كذلك. هناك عشوائيات حزبية كما وصف الأخ، هناك تخبط في الخريطة السياسية لدينا، ولكن يبقى نحن مسؤولون بالدرجة الأساس عما يجري، ليس باعتبار موالين نحن لإيران أو لغيرها، وإنما لأننا غير قادرين خلال هذه الفترة أن نشخص مصلحتنا أين ونخدم بلدنا بما يرضي الشعب وما يرضي رب العالمين أصلا. هذا خلل فينا كإداريين، لا يمكن أن نعزوه لغيرنا. ليس هناك من يحول دون أن نبني بلدنا، أن نبني مدينتنا، أن نطور البصرة. ليس هناك من يحول دون أن نأتي بالمستثمرين من أجل أن يضخوا بالأموال لتطوير مناحي مختلفة في البصرة. نعم. هناك سوء إدارة، سوء تخطيط، وهذا ما نجني حصاده. نعم. نعم. أستاذ حسن الصفار، أستغل وجودك معي أيضا. هناك من يقول أن إيران هي أيضا، يعني هذا المصطلح عجبني مع العشوائيات الحزبية، هناك من يقول أن إيران هي من تغذي وتديم وجود العشوائيات الحزبية في العراق. هذا غير صحيح. هنا لحظة، هنا أريد جواب العراق. اتصال حسن. أستاذ حسن قبل لا تجاوبني، هنا أريد جواب حسن تيز ميكس. نعم. مو حسن الصفار. أي. أولا يعني الاتصال الموجود الآن بين الأحزاب العراقية مع إيران اتصال رسمي ومعلوم الآن، اليوم كل شيء واضح للجانب العراقي بأن من يتصل مع من وكيف يدعم وكيف يمشي، وبقية الدول أيضا تؤثر. يعني الآن شاهدنا في الانتخابات الماضية تأثيرات بقية الدول أكثر مما شاهدنا من تأثير إيراني. هذا يعني بأن الاتصال الموجود اتصال رسمي بين الحكومتين ودعم للأحزاب طبيعي. كل الدول تنمي أن أو تتوقع أن تصل إلى اتصال مع الأحزاب الموجودة في كافة الدول ومن ضمنها العراق. نعم. الاتصال الحزبي لا يعني أنهم منتمون لهذه الدولة أو سوف يدعمون الدول الأخرى. إحنا لا ننسى بأن إيران كانت لديها فترة كبيرة. نعم. أيام طبحت الفكرة. نعم أستاذ حسن لو سمحت لي هنا لضيق الوقت أضطر أن أتوقف معك ومع ضيوف الكرام عند سؤال الختام. نعم. وهو مرتبط أيضا بالصراع الأمريكي وأيضا بالدعم الذي أشرت إليه أستاذ حسن. هل يحدد حسم الصراع بين واشنطن وطهران مستقبل العراق في اليوم التالي؟ بانتظار أجوبتكم ضيوف الكرام بنعم أو لا، ولكن بعد هذا الفاصل. مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين مرة ثانية. شيخ مزاحم الكنعان أمامك سؤال الختام ومعه دقيقة واحدة للإجابة عليه. هل يحدد حسم الصراع بين واشنطن وطهران مستقبل العراق في اليوم التالي؟ وهل نحن أمام صراع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران؟ هناك إجراءات اقتصادية اتخذتها الولايات المتحدة ضد إيران بقصد محاصرتها والتضييق عليها، لسنا أمام صراع. وما من يحدد مستقبل العراق هم العراقيون. نعم. نعم. شكرا جزيلا لك أستاذ رحمن الجبوري. هل تعتقد أن حسم الصراع بين واشنطن وطهران يمكن أن يحدد مستقبل العراق؟ العراقي بخياره بين عاطفته وعقله يحدد
أين يكون العراق بعد 5 سنوات من الآن. نعم. عليه أن يختار بدقة. نعم. أين يريد. شكرا جزيلا لك أستاذ رحمن. أستاذ حسن الصفار. نعم. اتضحت الفكرة أستاذ رحمن. لضيق الوقت أستاذ حسن صفار بنعم أو لا لو سمحت، هل يحدد حسم الصراع بين واشنطن وطهران مستقبل العراق في اليوم التالي؟ لا تأثير لهذا الصراع على السياسة العراقية ومستقبل العراق بتاتا، وأتصور أننا نتمكن أن نلعب دورا جيدا في حل مثل هذه الأزمات والصراعات بالوساطة التي تمتلكها العراق ولا تمتلكها بقية الأطراف والدول المجاورة. نعم، شكرا جزيلا لك أستاذ حسن صفار، والشكر موصول للأستاذ رحمن الجبوري وكذلك للشيخ مزاحم الكنعان التميمي. لكم ضيوف الكرام التحيات الطيبات، ولكم مشاهدي الكرام التحيات الطيبات، على أمل أن نلتقيكم في نقاش آخر، ويوم تالي طبتم وطابت أوقاتكم.